حسن نصر الله، والذي يلقبه السوريون بحسن زميرة قائد ميليشيا حزب الله الإرهابي، هو شخصية مثيرة للجدل، وغالبا ما ينظر إليه على أنه رمز للنذالة والجبن في الصراع الدائر في الشرق الأوسط. هذه الميليشيا التي تدعي أنها تقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي لم تثبت يوما قدرتها على مواجهة هذا العدو بشكل مباشر وفعال، بل على العكس أثبتت الوقائع أن حزب الله يتجنب مواجهة إسرائيل بشكل متعمد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة على لبنان. فعندما تقوم إسرائيل بتنفيذ غارات على الأراضي اللبنانية، يختار حسن نصر الله وميليشياته إما التزام الصمت أو القيام بردود فعل غير مؤثرة تستخدم أكثر للأغراض الإعلامية والسياسية الداخلية من كونها ردوداً فعلية. وحتى عندما يقرر الرد، نجد أن هذه الردود تقتصر على إطلاق صواريخ كرتونية غير فعالة لا تحدث أي ضرر يذكر في المناطق المستهدفة، بينما وبالمقابل تظهر ضربات إسرائيل على أهداف محددة داخل لبنان مدى التباين الكبير في قدرات الطرفين. لكن الأكثر إثارة للسخرية هو أن هذه الميليشيا والتي تدعي المقاومة تتجرأ على استخدام قوتها وصواريخها ضد المدنيين السوريين العزل في المدن الآمنة داخل سوريا، فتقوم تلك الصواريخ بمسح أحياء كاملة عن وجه الأرض، بينما تعجز عن إلحاق أي ضرر حقيقي بالمواقع أو المدن الإسرائيلية. وفي السنوات الأخيرة لعبت ميليشيات حزب الله دوراً قاتلاً في الحرب السورية، حيث قامت بقتل الآلاف من السوريين الأبرياء الذين خرجوا للمطالبة بحريتهم والوقوف ضد نظام بشار الأسد الدموي. دخلت ميليشيات حزب الله إلى سوريا تحت ذريعة الدفاع عن المقدسات وحماية محور المقاومة، لكنها في الواقع شاركت في قمع وقتل الشعب السوري الأعزل لصالح نظام الأسد المستبد، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الثائرين السوريين الذين طالبوا بالحرية والكرامة. وبينما يعبث حزب الله فسادا وقتلا في سوريا، نجد أنه خلال العقد الأخير لم يتسبب حتى في جرح أكثر من 5 جنود إسرائيليين. وبينما يتباهى حسن نصر الله بالخطابات النارية ضد إسرائيل، لم يترجم أي من هذه التهديدات إلى أفعال ملموسة تؤذي العدو الذي يزعم معاداته. والحقيقة التي تتضح أكثر فأكثر هي أن حزب الله وقائده حسن زميرة ليس سوى أداة في يد إيران، والتي بدورها تتلقى توجيهاتها من قوى أكبر على الساحة الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. إيران التي تزعم أنها عدوة إسرائيل الأولى في المنطقة تتحرك في كثير من الأحيان وفق مصالح خفية تتماشى مع ما تريده واشنطن وتل أبيب. التصريحات العدائية التي تصدرها إيران وحزب الله تجاه إسرائيل ليست سوى مسرحيات سياسية. كل هذه التصريحات المعادية لإسرائيل ليست إلا إبر بنج وهمية تستخدم لإلهاء الشعوب وتخديرها عن الحقائق. فحزب الله الذي يزعم أنه يقف في وجه الكيان ينفذ في الواقع أجندات تتماشى مع مصالح دولية أكبر، بينما يدفع الشعب اللبناني والسوري ثمن هذه الأجندات بحياتهم وأمنهم.